نبدا مع حضراتكم دايما اكيد بنحب نبدا باخبار النادي. النادي الاهلي اللي اتخطى ابو قير للاسمده امبارح، طبعا كلنا شفنا المباراه، فريقنا كان امام الفريق كمان السكندري في دور الثمانيه لبطوله كاس مصر، واللي انتهت بفوز الاهلي 2-1. الهدفين جابهم او احرزهم وليد سليمان، كان يعني ماتش جميل جدا، وكده نقدر نقول ان الفريق بتاعنا بقى هيقابل نظير الاتحاد السكندري في النصف نهائي البطوله. المباراه دي خليني اقول لحضراتكم اكيد بتعدى بروفا هنا قوية للأهلي قبل بقى مواجهة الزمالك اللي احنا كلنا بننتظرها، هذه يعني البطولة في نهائي دوري هنا أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة. اطمأن كمان الجهاز الفني على جاهزية معظم عناصر الفريق خاصة اللاعبين اللي لم يشاركوا بقى في المباريات الرسمية ده خلال الفترة الماضية علشان بمشاركتهم في لقاء أمس. نتمنى السلامة زي ما بنقول، ويوم 27 ده أعتقد كلنا في انتظار بإذن الله الفرحة يعني، وعايزين نبقى نعرف بقى في السوشيال ميديا ممكن نكتب هتتفرج على المباراة فين اللي هي القادمة، ونشوف كده الناس هتتفرج فين يعني. احنا انا لحد دلوقتي مش عارفة هتفرج فين، مش مهم نتفرج فين، مهم الأهلي يفوز بإذن الله بغض النظر بقى، ربنا يصلح الحال إن شاء الله. طيب، خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن وليد سليمان اشتكى من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، وأكد إن اللاعب سيخضع للفحص الطبي النهاردة إن شاء الله من أجل الاطمئنان على حالته، وأشار إن حالته مستقرة ولكن الفحص الطبي ده من أجل الاطمئنان عليه. طبعا وليد سليمان كان نجم اللقاء امبارح بتسجيله هدفين، الأول في الدقيقة 15 والهدف الثاني في الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة جزاء. أعلن كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكرا بقى مغلقا هنا ابتداء من اليوم، وده حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها هتكون مساء 27 نوفمبر الجاري، ده هتكون باستاد القاهرة، وهيخوض الفريق بقى مرانو اليوم على ملعب التتش ورانو على طول، وهيدخل بعد كده المعسكر عقب المران مباشرة. قرار بدء معسكر مبكر جه عشان يبقى فيه توفير للمزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة يوم الجمعة الجاية إن شاء الله، ويأجرى الفريق مسحة طبية عقب مباراة أمس للاطمئنان على حالة اللاعبين. وكمان نقدر نقول إن إقامة معسكر قبل اللقاء ده بخمس أيام كاملة بيمنح الجهاز الفني واللاعبين كمان قدر كبير جدا من التركيز قبل المباراة المهمة المرتقبة أمام الزمالك إن شاء الله يوم الجمعة القادم.